عام 91 للهجرة كان فتح الأندلس، ونزل المسلمون بقيادة طريف بن مالك إلى الشاطئ الجنوبي لبلاد الأندلس وغزوا بعض الثغور الجنوبية. وكان موسى بن نصير قد بعث طريف بن مالك لاكتشاف الطريق لغزو الأندلس. قادها المسلمون تحت راية الدولة الأموية ومن حالفها من البربر ضد مملكة القوط الغربيين المسيحية في أسبانيا التي حكمت شبه جزيرة أيبيريا والتي عرفها المسلمون باسم الأندلس. كان هذا الفتح بداية للتواجد الإسلامي في الأندلس الذي امتد لنحو 800 عام تقريباً، قضاها المسلمون في صراع مع الإمارات والممالك المسيحية التي تكونت في الشمال في المناطق التي لم يغزوها المسلمون حتى سقوط مملكة غرناطة عام 897 للهجرة. عام 110 للهجرة نشبت معركة بلاط الشهداء بين المسلمين بقيادة عبد الرحمن الغافقي والفرنجة بقيادة شارل مارتل، وجرت أحداثها في فرنسا حيث اشتعلت المعركة مدة 10 أيام من أواخر شعبان حتى أوائل شهر رمضان. ولم تنتهي المعركة بانتصار أحد الفريقين، لكن المسلمين انسحبوا بالليل وتركوا ساحة. انقسم المؤرخون الحديثون الآخرون حول أهمية المعركة، واختلفوا حول ما إذا كان الانتصار معقولاً ليكون سبباً لإنقاذ المسيحية وإيقاف الفتح الإسلامي لأوروبا، إلا أن المعركة أسهمت في تأسيس الإمبراطورية الكارولينجية وهيمنة الفرنجة على أوروبا في القرن التالي. عام 732 للهجرة أوقدت شمعة حياة ابن خلدون، المؤرخ المسلم والفيلسوف والقاضي والمبتكر لعلم الاجتماع. امتاز ابن خلدون بسعة اطلاعه على ما كتبه القدامى على أحوال البشر وقدرته على استعراض الآراء ونقدها ودقة الملاحظة، مع حرية في التفكير وإنصاف أصحاب الآراء المخالفة لرأيه. وقد كان لخبرته في الحياة السياسية والإدارية وفي القضاء إلى جانب أسفاره الكثيرة من موطنه الأصيل تونس وبقية بلاد شمال إفريقيا إلى بلدان أخرى مثل مصر والحجاز والشام، كان لذلك أثر بالغ في موضوعيته وعلمية كتاباته عن التاريخ وملاحظاته. بسبب فكر ابن خلدون الدبلوماسي الحكيم أرسل أكثر من مرة لحل النزاعات الدولية.